المدنيين في مدينة دارية 21/2/2016 اعتصام للمطالبة بدخول قوافل الأمم المتحدة ووقف القصف على المدينة. البراميل عم تنزل كل يوم بيت مرميل حطيته وابشخرة وهاوي من اول درية لهلا ما فاتنا ولا غاز، ما فوتوا لنا منهم، لا عندنا لا كهرباء لا تلفزيون لا مولدات، لا ما عندنا لا مازوت، ما عندنا شيء. طيارات كل يوم تطلع بتقصف 70 80 برميل الميج وروسه، مثل هون البناء طلعت امبارح طيارة ضربت برميل نزلت هاي. وكمان عنا هناك بالبيت قديش نزل براميل خصف كتير دور.